المقلب ده حرفيا، بص هو مقلب مجنون وغريب في نفس الوقت، انك تبقى في الشارع وتلبس الكناع ده وتقف قدام حد كبير وتعمل معاه المقلب ده. طب هل ردة فعله هتكون عاملة ازاي؟ طب المقلب ده لو اتعمل فيك انت بقى ردة فعلك هتبقى، طب لو عمل بقى في اهلك ايه بقى ردة فعلهم هتبقى عاملة ازاي؟ بص معايا كده يا حاج، بالراحة يا حاج، ولا هنا عصب جري في الدنيا. يا عيني اجري. شوف حاجة تانية، دخل واحد واقف في حتة مقطوعة، مفيش مكان، مفيش حد، الدنيا ظلمة، وبيصور له الشخص ده وراه. ايوه بص، بص وراك بقى، بص وراك، بص وراك، يلا ردت فعل. لسه فاكر، لسه فاكر. قبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس على الاول عشان يوصلك اي فيديو جديد انا هعمله، وطبعا ما تنساش تعمل لي كومنت تحت تقول ايه رايك في الفيديو، وتقول لي كمان افكار تانية انا ممكن اعملها. بالاخر يعني جاي عظمه وجاي جامد جدا. بص ده كمان، انا بصراحه بحب قوي المقالب دي، بص معايا كده، هو واحد كمان اللي، بس الفكره بقى يعني عشان ما تضحكوش علينا، هو ازاي وصل للمكان ده؟ ازاي وصل المكان ده من غير ما هو يشوفه؟ طب وصاحب الكاميرا اللي بيصور ده ايه؟ مفيش كاميرا مان ده ايه؟ هو اول مرة يلم المحصول، اول مرة يكتشف الموضوع ده. على طلب التهادات انتوا متفقين، انتوا متفقين. بص معاك برضه الكاميرا مان ده ايه؟ الكاميرا، في كاميرا، خليكم معانا. يا عيني كمل نوم، كمل نوم. طب انت ايه مش حاسس بالدنيا؟ طيب مفيش احساس. بص معايا كده، المرة دي هو اتنكر في زي تاني، يعني هو بص هو اتنكر في زي شبه القرد. بص معايا كده، اوه الحاج ده نايم يعني في سبع نوم اصلا. فيري جود. ده واحد بيتشطف وبيغسل وشه بيتشطف. بص معايا كمان، شوشو. هو عمال يحط شامبو للناس اللي مش فاهمة، عمال يحط شامبو هو ولا هنا. ده برضو واحد، ده برضو نفس الشخص الأولاني. بص معايا برضو، يا عيني. مقلب جامد، مقلب جامد أوي بصراحة. ده برضو مقلب بس اللبس مختلف، هو هو نفس الفكرة بس فاهم انت. بص ردة فعله، الواحد نفسه يجرب المقلب ده بصراحة، يعني فاهم الشيطان لما بيوزك بتبقى عايز تجرب حاجة شبه كده. تاني برضو بس بقى بشعر، الموضوع مختلف. أنا متحمس أوي ردة فعل الشخص ده. ولا هنا أصلاً، هو مش هنا.